الغلا اخويا اش غنقول لك، لا اله الا الله محمد رسول الله. الفقير مسكين راه ما عايش كاع، بطاطا 380، البصله 400، الفلفله 500، مطيشه 1240، واش غياكل مسكين هذا الفقير؟ ما عنده ما ياكل اخويا والو. كتشوف الحاجه ما كتقدر كاع تشريها من راسي وجبد. انا والله ما كليت البطاطا دابا تقريبا 15 يوم، هذه الفلفله ما شتهاش انا شي شهرين ولا 3 شهور ما شت الفلفله. الدجاج زيدوا عليك، اللحم حتى هو والو، ما كاين حتى حاجه اخويا، حنا صايمين على الجوع وصافي. اش غينقسموا؟ الله ينقص لبو الله ينقص لي من العمر هذا الوزير هذا. جيبوا لي هذا الوزير وريه ليا. وزير لاباس عليه، كيشد صاحبي الزباب ديال الفلوس. الناس لاباس عليهم كيشدوا الزباب ديال الفلوس، كما دينا كاع في الفقراء مساكن كياخذوا تا ريال، كياخذوا الزباب ديال الفلوس، كيتخلصوا عندهم كل شيء، خصوصيات ديالهم موفره ليهم. والفقير المسكين راه ما عنده والو، الناس كتموت صاحبي في السبيطارات، كيموتوا مساكن بالجوع. الفقراء مساكن، كاين اللي ساكن وما ساكنش، لا سكنه لا والو لا ما لا دور. كاين فقراء صاحبي كثر منا، حنا راه نقولوا الحمد لله، وكاين الناس افقر منا حتى لحد. راه عباد الله كاين مسكينه مقهوره، البوادي مساكن مقهورين، لا ما لا ضو لا ماكله لا والو. مازال حنا كناكلوا الخبز كارم، بنادم يقلب على الخبز كارم كياكلوا. حنا هنا مقهورين، عذر الناس ساكن الفقراء، فقر اخويا في المغرب على الجهد. والله الا الناس الا ضيعه وحق الله العظيم، الناس اللي لاباس عليها عايشين، عايشين اصاحبي من المزيان، كلشي فابور عندهم، هما راه كلشي فابور، حنا راه كلشي خصك تخلصوا. وهو لاباس عليه وزير، لاباس عليه ما كيخلص لا ما لا ضو لا حتى حاجه ما تيخلصها، لا بترول لا مازوت لا شيفو، حتى حاجه ما تيخلصها، لا بلومبي لا تريسيان. وانت راه خصك تخلص كلشي، تخلصو من جيبك، كلشي تخلصو من جيبك. اش من الوزير هذا؟ اش من الوزير اخويا هذا؟ كاين لا وزير لا والو اخويا، كاين عرق مع في هاد البلاد هذه، ومن راسي وجبد والله العظيم. وداخي